عبر السيرة، أن سيرة الأنبياء جميعا عندما يستعرضها في القرآن الكريم سنشعر بأن الأقليات من تمام ابتلاء الله أن تكون الأقلية معها الحق والأكثرية معها الباطل والمال والسلطة، هذا غالبا. لم يحكم من الأنبياء إلا نبيان سليمان وداود، أما البقية ما تبعهم إلا قليل، ما تبعهم إلا قليل، ما آمن إلا قليل، وهكذا. وهذا من أسرار الله في خلقه، أنه يجعل المال والثروة والسلطة مع الباطل حتى يبتلي الناس في الاختيار، ويجعل القلة غالبا مع الحق ومع البرهان ومع العقل ومع الضمير. وأنت أيها الإنسان المخلوق تكون في المنتصف، اختر إن أردت الثروة والسلطة والسمعة والجاه في الدنيا فاختر هذه المجموعة، ستجد لن تجد معها الهدى. وإن أردت الفقر وسوء السمعة والذم فاختر هذه الجماعة المؤمنة القليلة. فهذا من الله عز وجل في أنبياء، هذا أمر. الأمر الثاني أن من أيام السيرة النبوية الأقلية كانت أقلية، حتى أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان المحتكون أو الطبقة العليا من المهتدين كانوا أقلية، وسط الأعراب والطرقاء والغوغاء والقبائل والوفود. وحتى لو يعني رأينا في سنة نفسه أنه في العهد النبوي النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن ينفذ جيش أسامة، إذن الأغلبية لم تكن معه، كانت الأقلية التي تطيع، والأغلبية مرة إما عصيان وإما احتجاج وما أشبه ذلك. أيضا النبي في آخر حياته وقد دانت له الجزيرة العربية لم يستطع أن يكتب كتابا لا تظل الأمة بعده أبدا، لم يمكن من كتابة هذا الكتاب، مما يدل على أن الأقلية والأكثرية حتى في العهد النبوي كانت الأقلية يعني هي المهتدية، والأكثرية طبقات لم تكن كلها في مستوى واحد من الضلال، ولكن التخاذل، الإرجاف، التذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والانفاق، العصبية القبلية، هذه كانت الغالبة حتى في العهد النبوي. في عهد الخلافة نفس الشيء، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو في عهده لم يتمكن من فرض بعض الأمور. العفو، ظاهرا حصل انقطاع.